الصورة اللي جاية يا جماعة لي واحد من أساطير النادي الأهلي وأساطير الإدارة الرياضية المصرية، كابتن صالح سليم. طبعا لا يعني أسطورة، كاريزما هايلة، وستايل وشخصية قوية جدا، وثقافة رائعة يعني، وإدارة بقى. والكابتن صالح سليم لما قال الأهلي فوق الجميع، قال ده بمناسبة الانتخابات 92، إن الأهلي فوق جميع الناس اللي مرشحين نفسهم في الانتخابات، ما قالش إن الأهلي فوق الجميع، فوق كل الأندية. ممكن حد يعني يقول المعنى ده، لكن الحقيقة الكابتن صالح لما قال ده ما قالش إلا بالمعنى اللي أنا بقوله لك ده. أنا تشرفت إن أنا كنت في وقت من الأوقات صديق لي، أتكلم معاه كتير، وبحب أتكلم معاه. هو شخصية عظيمة، كاريزما هايلة جدا، نجم بكل معنى النجومية يعني. الستايل بتاعه في الملعب، شكله، لغته، وطريقته في الكلام، لم يكن يحتاج أي شيء من النادي الأهلي، ولا يمكن. انا كنت صاحبه جدا، ولا يمكن كنت اقدر اقول له انا عايز ابقى عضو في النادي الاهلي واعمل لي خصم، يا ريت يا كابتن وحياتك وبتاع دي. كان شنقني، كان شنقني. وعشان كده انا مش عضو في النادي الاهلي يعني، ولا عضو في نادي الزمالك يعني، انا عضو في نادي واحد بس. يعني ناديين في المعادي يعني، مش النادي الاهلي. لا 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 لا، ده بسهوله جدا يا كابتن صالح. انا عايز لا مش حاجه اسمها بسهوله، لا يعني اقصد بسهوله ان يجي لك القرار، لكن ما مش هتقدر لصالح سليم يعني، لا يمكن، رحمه الله عليه يعني. لا يمكن، يعني مش عايز احكي تفاصيل يعني لمواقف منه هو مع ناس تانية. لا لا لا، ما لا يقبل، ما فيش حاجه اسمها. على فكره كابتن حسن حمدي لما قلت له انا عايز ابقى عضو يعني، قال لي روح ادفع اللي الناس بتدفعه. قلت له يا عم معيش فلوس، انا ما فيش الحكايه دي، ما فيش فيها واسطه في الاهلي. صحيح يعني.